بعد لما بتخلص مرحلة الفود برينتنج اند سكاننج بتدخل على مرحلة تانية اسمها vulnerability assessment. ايه vulnerability؟ تعال نشوف ايه الكلام. بعد ما انت رسمت خريطة الانفراستراكشر بتاعت النتورك تمام، وعرفت ايه السيرفيس او ايه الخدمات اللي هي شغالة على الاجهزة اللي قدامك دي، بتبدأ بقى عملية اكتشاف الثغرات او vulnerability. بمعنى ان انت بتحاول تمام ان انت تبني لستة كده تمام، او قائمة كده فيها ايه، فيها الفرنربيلتي او بيبقى فيها ايه الثغرات الموجودة على السيرفيس دي تمام، او الخدمات دي. يعني سيرفيس معينة مثلا الفيرجن بتاعها مثلا 2.2 تمام، وقال لك ان الفيرجن ده بيكون مثلا مصاب بثغرة معينة، فلازم المفروض ان انت ايه الحل بتاعها، المفروض ان انت لازم تعمل ابديت للسيرفيس دي. عشان كده فأي ثغرة لما بتنزل أو أي vulnerability أو أي خطأ موجود لأي حاجة تمام، بيقول لك إيه؟ بيقول لك اعمل update للجهاز بتاعك، اعمل update للجهاز بتاعك. طب هو عمل إيه أصلاً عشان يعني عشان يحميك أو كده؟ هو عمل حاجة اسمها patching، أو عمل أو قفل الثغرة دي. ممكن نقول عليها مثلاً patching، أو ممكن نقول عليها إيه؟ إن هو إيه؟ إن هو قفل الثغرة دي تمام، بمعنى ان هو مثلا عمل على ترقيه الثغره يعني هو سد الثغره تمام، وعشان كده بقى ايه نزل لك ايه، نزل لك ايه سيرفيس بفيرجن ايه بفيرجن اعلى، او برنامج معين بفيرجن ايه بفيرجن اعلى. عشان كده بيقول لك ايه حمل البرنامج ده تمام، عشان كانت في ثغره قبل كده واحنا قفلناها، احنا سدناها يعني، او عملنا لها ايه ترقيع للثغره دي تمام. بعد ما تكتشف الثغرات دي، انت اصلا تقدر انت تكتشف الثغرات دي عن طريق مانوال، عن يعني بطريقه يدوي تمام، وممكن عن طريق استخدام تولز تمام. بس خلي بالك التولز دي او التولز اللي هي بتعمل المرحله دي تمام بطريقه اوتوماتيك تمام، ممكن تساعدك في عمليه البنتج تيستينج او اختبار الاختراق، بس هي ما بتكونش كافيه في ان هي تعمل بنتيجن تيستينج او اختبار اختراق لوحدها اكيد يعني تمام. يعني طبعا لازم انت تستخدم الاثنين، تستخدم الطريقه المانوال، تستخدم الطريقه الاوتوماتيك تمام. مهم جدا يا جماعه ما تستخدمش طبعا تولز اوتوماتيك وخلاص، هو مش تطبيق تول وخلاص، لازم تستخدم الاثنين لو انت واحد محترف او شخص بنتيجن تيستر كويس. بعد ما عرفت ايه الفرنربيلتي او ايه الثغرات الموجوده في النظام اللي قدامك، بيجي بقى دور الاكسبلويتيشن. يعني ايه الاكسبلويتيشن؟ الاستغلال. هل انت هتقدر ان انت تعمل استغلال او تستغل الثغرات او الفرنربيلتي الموجوده دي ولا لا؟ يعني انت دلوقتي في ثغرات او في اخطاء معينه موجوده تمام، بس هل هتقدر ان انت تعمل لها استغلال؟ هل هتستغلها ومن خلالها هتقدر ان انت مثلا تدخل النظام ده، او تاخد اكسس على الماشين دي او الجهاز الكمبيوتر ده؟ يعني هتقدر تخترق الجهاز فعلا ولا لا؟ ما هو مش شرط ان ممكن يبقى في فيرنابيلتي قدامك تقدر انت تدخل من خلالها. لا، ما انت اكتشفت فيرنابيلتي معينه، بس هل هتقدر انت تعمل لها استغلال؟ فدي ده بيجي بقى في مرحله الايه، مرحله الاكسبلويتيشن اللي هي مرحله الاستغلال، استغلال الثغرات او استغلال الاخطاء دي. يعني هو في خطا معين دلوقتي تمام، هل هتقدر تستغله ولا لا؟ ولا في حاجه ممكن تمنعك، في جهاز معين مثلا ممكن يمنعك، في حاجه موجوده مثلا في النظام او في النتورك دي ممكن تمنعك؟ ده كله لازم تعرفه كويس تمام. وخلي بالك ان الشخص البنتريشن تيستر او مختبر الاختراق تمام بيحاول ان هو ايه لازم كل شويه يلف في دايره ان هو يجد الثغرات كلها، او ان انت بتحاول تدور على كل الثغرات الموجوده في النظام اللي قدامك او في الشركه اللي قدامك دي تمام. يعني بمعنى ان انت ايه، ان انت المرحله كل شويه بتتكرر، يعني بتلف حوالين بعض، information gathering، بعد كده scanning، بعد كده vulnerability assessment، بعد كده exploitation، وهكذا وهكذا وهكذا، لغاية ما يبقاش في جهاز تمام انت ما اكتشفتش مثلا فيه ثغرات او كده. طبعا اكيد ممكن يكون في نظام مثلا ما فيهوش ثغرات وكده، بس خلي بالك ان في مقولة تانية بتقول لك ايه، مفيش نظام بيكون امن 100%. يعني مفيش نظام هيكون ايه
هيكون آمن 100%، أكيد في حاجة معينة وأنت المطلوب منك إن أنت تدور عليها وتحاول تجيبها. وطبعاً ده اللي بيفرق واحد عن واحد، اللي بيفرق واحد بنتيجة تستر مختبر اختراق محترف عن واحد هاوي. أخيراً بعد لما عملت استغلال تمام وقدرت تعمل استغلال وتدخل تاخد أكسس على النظام والكلام ده كله تمام، بتدخل بقى في مرحلة الريبورتينج، بمعنى ان انت دي بقى بتكون اخر مرحلة اللي هي ان انت بتكتب تقرير، ان انت بتحاول بقى ان انت تكتب تقرير عن كل حاجة انت عملتها او عن كل حاجة انت قدمتها، يعني انت عملت ايه واكتشفت ايه تمام، وكل حاجة بتقدمها للايه للمدير اللي قدامك ده او الناس المختصة. طيب الريبورت ده بيكون مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه كل حاجة، زي ايه مثلا؟ التقنيات المستخدمة او التولز اللي انت استخدمتها، اللي انت ممكن تكون استخدمتها والتقنيات اللي انت ممكن استخدمتها، ايه هي الثغرات اللي انت لقيتها، ايه الاخطاء اللي انت لقيتها في الشركة اللي قدامك او النظام اللي قدامك ده او الانظمة كلها اللي قدامك دي تمام، ايه الاكسبلويت اللي انت استخدمته في عملية اختبار الاختراق بتاعتك تمام. وطبعا بتحاول ان انت تحلل بقى ايه الخطأ او ايه المخاطر بتاعت ايه بتاعت كل ثغرة تم اكتشافها، يعني مثلا كل ثغرة من اللي قدامي دي تمام هي خطورتها في ايه تمام، وطبعا بتحلل المخاطر دي تمام، وتقول لهم مثلا دي خطورتها في كذا وكذا وكذا، لا دي ممكن تعمل كذا وكذا وكذا، لا دي فيها مشكلة في الحتة الفلانية، دي فيها مشكلة في كذا كذا. وبعد كده بتقدم ايه؟ بتقدم طبعا ايه مفروض والافضل ان انت تقدم نصايح علاجية للحاجات دي او للثغرات دي، او ان هم يقفلوا الثغرات دي ازاي. طبعا النصايح دي بتكون ايه؟ بتكون هي اهم حاجه بالنسبه للعميل اللي قدامك او للشركه اللي قدامك والمنظمه اللي قدامك، ان انت تحاول ان انت تنصحهم وتقول لهم لا المفروض ان انت تعملوا كده عشان تسدوا الثغره الفلانيه، المفروض ان السيرفيس دي ما تبقاش كذا، لا المفروض ان هي تبقى فيرجن كذا عشان ما يبقاش فيها فولنربيلتي معينه او ثغره معينه، وهكذا. المفروض هو ده اللي انت تعمله. اتكلمنا عن الريبورتينج تمام، يبقى كده ايه قبل ما ندخل في اللي بعده خلينا كده سريعا تمام نقول ايه، نقول دي البيتش تيستينج او نقول المراحل اللي هي انجيجمنت تمام، ان انت كانك بترسم صوره كده تمام او خريطه للشركه اللي قدامك او المنظمه اللي قدامك، وبعد كده بتدخل في مرحله انفورميشن جازرنج، بتجمع كل المعلومات الخاصه بالتارجت اللي قدامك ده تمام، بتجمع كل حاجه تقدر ان انت تجيبها تمام، وعلى قد المعلومات اللي انت هتقدر ان انت تجيبها او تجمعها على قد ما هي هتساعدك في المراحل اللي بعد كده، عشان كده بتعتبر ايه، بتعتبر مرحله مهمه جدا. وبعد كده تيجي مرحله الفود برينتنج اند سكانينج تمام، ومن خلالها بتقدر ان انت تعمل اسكان على الايباهات او الاجهزه دي اللي هي موجوده في النتورك او موجوده في الشبكه، وبتعرف الجهاز ده مثلا ممكن يكون نوع ايه وده نوع ايه وده نوع ايه، وايه البورتات والسيرفيس اللي هي شغاله على كل جهاز من اللي قدامك دول تمام. وبعد كده اتكلمنا في مرحله الفولنربيلتي اسيسمنت اللي هي فيما معناها ان انت كانك بتعمل ايه، بتعمل لسته او بتكتب لسته للايه للفولنربيلتي او الثغرات اللي انت اكتشفتها او اللي انت ترجمتها وعرفتها ان ايه، ان هي ان في سيرفيس مثلا مصابه، ان في هنا سيرفيس مصابه، ان هنا في فيرنربيلتي في السيرفيس دي، في خطا هنا، وهكذا تمام. كانك بترسم ايه، بترسم صوره كده واضحه للفيرنربيلتي او الثغرات اللي موجوده للسيرفيس دي او الموجوده في النظام ده. وبعد كده بتيجي مرحله الاكسبلويتيشن اللي هي مرحله الاستغلال، هل هتقدر تعمل استغلال للثغرات اللي انت اكتشفتها دي ولا لا. وبعد كده اخر مرحله بتكون هي الريبورتنج، تبدا بقى تكتب الريبورت بتاعك، تقدر تبدا تكتب انت عملت ايه واستخدمت ايه وايه الفرنربيلتي والثغرات اللي انت اكتشفتها وايه الحل بتاعها، تكتب كل حاجه انت عملتها. وطبعا دنيه الريبورتنج بتبقى مهمه جدا جدا جدا، لانك بقى بتقول وتحكي وتشرح كل حاجه انت عملتها، يعني بالاخر التعب اللي انت تعبت فيه في المراحل اللي فاتت دي كلها تمام، بتحاول ان انت تقدمه بصوره كويسه عشان يوصل للعميل اللي قدامك او الشركه اللي قدامك. طيب تعال نشوف ثغرات كده
او امثله عن اشهر الثغرات اللي موجوده يعني او اللي تم اكتشافها في الفتره اللي فاتت. في ثغره من نوع ريموت كود اكسكيوشن، تمام؟ الثغره دي كانت موجوده في سيرفيس اسمها ار دي بي. طبعا السيرفيس اللي اسمها ار دي بي اللي هي ريموت ديسكتوب سيرفيس، تمام؟ الار دي بي دي عباره عن ايه؟ ريموت ديسكتوب بروتوكول او ريموت ديسكتوب سيرفيس، تمام؟ السيرفيس دي عباره عن ايه او مهمتها ايه او بتقدم لنا ايه؟ مهمتها ان على سبيل المثال انا مثلا شغال دلوقتي في شركه، تمام؟ ودلوقتي انا عايز اعمل كونكت بجهازي اللي موجود في الشركه من وانا في البيت. فمن خلال سيرفيس زي كده، وبرده في سيرفيس ثانيه كتير، تمام؟ من خلال سيرفيس زي كده بقدر ان انا اعمل ايه؟ بقدر ان انا اعمل كونكت او ادخل على جهازي اللي موجود في الشركه، تمام؟ اللي هو موجود في الشركه وانا في البيت، من وانا في البيت، تمام؟ كانت في ثغره تم اكتشافها سنه 2019 13/8/2019، ده بالظبط يعني التاريخ بتاعها، تمام؟ عباره عن ايه؟ عباره عن الاتاكر بيقدر ان هو ايه ان هو من خلال الفرنابيلتي دي او الثغره دي بيقدر ان هو يعمل اتاك او يخترق الجهاز ده او الجهاز او النظام بتاع التارجت ده، تمام؟ الثغره دي طبعا تعتبر من الثغرات الخطيره جدا اللي هي بتستهدف ويندوز 7 ويندوز 8.1 ويندوز سيرفر 2008 ويندوز سيرفر 2012 و2016 و2019 وبعض الفيرجنز الخاصه بويندوز 10. طيب ايه الحل بتاع مع بالثغره دي؟ طبعا اللي اكتشف الثغره دي مختبر اختراق، واحد شغال في البنتريشن تيستنج زينا كده، تمام؟ طيب بعد ما اكتشف الفرنابيلتي دي وقدمها لشركه مايكروسوفت، تمام؟ راح اتعملت ايه؟ شركه مايكروسوفت عملت نزلت بقى الحل بتاع الثغره دي، تمام؟ فقالت لك ايه؟ فقالت لك يلا اعمل ابديت للايه؟ للجهاز بتاعك او النظام بتاعك عشان تعمل ايه؟ تسد الثغره دي او تعمل على تركيع الثغره دي وما ينفع وما تبقاش متنفذه او ما تتنفذش على ايه؟ على جهازك، تمام؟ ده الحل الاول. الحل الثاني لو ما كانتش نزلت حل او ما كانتش نزلت ابديت، ففي الوقت ده الحل الوحيد ان انت تقفل البورت بتاع السيرفيس دي. يعني سيرفيس الار دي بي معروفه ان هي بتبقى شغاله على بورت، تمام، 3389، فانت الحل ان انت تقفل ايه؟ تقفل البورت ده في الفايرول عشان ما ثغره زي كده ما تنفذش. بس طبعا الحل ده مش حل منطقي، لا، يعتبر ايه؟ يعتبر حل بصراحه مش كويس ان انت مقابل فرنابيلتي معينه او ثغره معينه ان انت تلغي سيرفيس خالص او خدمه خالص نهائيا عن جهازك، تمام؟ فالمفروض ان شركه مايكروسوفت تكون ايه؟ تكون اسرع من كده وتنزل ايه؟ وتنزل ابديت عشان ما تعملش الحل ده. انا افتكر قبل كده كانت في ثغره نزلت لسيرفيس الاس ام بي، تمام؟ كانت السيرفيس دي كانت الثغره دي كانت متسربه من ال ان اس اي، تمام؟ وبعد كده كان في مجموعه اسمها شادو بروكرز اخترقوا ال ان اس اي وسربوا الثغرات دي. فكانت في ثغره بتستهدف بروتوكول سيرفيس الاس ام بي، تمام؟ وكان الحل ساعتها الموضوع ده كان سنه 2017، كان الحل وقتها ان احنا بنقول ايه؟ ان هو ما كانش فيه اي ابديت، تمام؟ نزل للسيستم، تمام، عشان كانت زيرو دي، عشان كانت اول مره شركه مايكروسوفت اصلا نفسها تعرف ان في ثغره بالشكل ده او بتعمل كده يعني، تمام. وكان الحل قدامنا ان احنا رحنا ان احنا نعمل ايه؟ نقفل البورت اللي هو خاص بالايه؟ بالسيرفيس دي، تمام، لغايه شركه مايكروسوفت ما نزلت ايه؟ الابديت، وايه؟ عملنا ابديت للنظام بتاعنا، تمام يا شباب؟ معايا؟ معاك يا هندس. تمام. كان في ثغره ثانيه برضو بتاريخ 2019. الثغرات دي تعتبر جديده. كانت الثغره دي بتعتبر كانت بتستهدف في الابل اي او اس، كانت موجوده في برنامج اي مسج اللي هو اي حد منزل ابل او عنده اي او اس هيعرف البرنامج ده. كانت الثغره دي عباره عن برضو الاتاكر بيبعت ممكن يبعت حاجه معينه او اكواد خبيثه من خلالها بيقدر ان هو يخترق الجهاز. طبعا كانت كل الفيرجن لغايه 12.3.1 كانت مصابه بالثغره دي. اما من 12.4 نزل الابديت ونزل التحديث، وبدا من 12.4 بايه؟
بقي ما فيهوش ثغره زي كده. تمام. طبعا الحل للثغره دي لما جت نزلت اللي هو ايه، ان انت تعمل ابديت للنظام بتاعك. طيب كانت في ثغره تانية نزلت لبرنامج الواتساب. الثغره دي من نوع بفر اور فلو. تمام. الثغره دي كانت بتستهدف خصوصا واتساب فويس اي بي، بمعنى ان على سبيل المثال لو الهاكر قدر ان هو يوصل لرقم الموبايل بتاع التارجت، تمام، فهو هيقدر ان هو يبعت مقطع من الصوت، تمام، مقطع تسجيل. المقطع ده لو اتفتح بالجهاز بتاعه، تمام، فهيقدر ان هو ايه يخترق جهازه كله من خلال مشكله زي كده. طبعا ودي الفيرجن زي ما احنا شايفين للايه الواتساب بالنسبه للاندرويد لغايه كام، والاي او اس وبزنس والويندوز فون. تمام. فطبعا لو البرنامج الواتساب بتاعك لو كان اندرويد مثلا ومش اقل من فيرجن 2.19.134، يبقى ايه المفروض ان انت تعمل ايه؟ تعمل تحديث فورا لبرنامج الواتساب بتاعك، عشان ثغره زي كده محدش ينفذها عليك او محدش يقدر ينفذها عليك. الثغرة دي اكتشفت سنة 2019. تمام. وبرضو الحل بتاع الثغرة، تمام، ان انت تعمل ابديت للسيستم، ابديت للايه للبرنامج بتاعك، تمام، عشان ما تقعش ضحية لأي حد ممكن ايه ممكن يخترق جهازك او كده يعني.